عدنا ومستمرين معاكم بعطري، واهلا وسهلا فيكم من جديد. كنا عم نحكي مع او ضد الصاحب ساحب وليش، عم بتشاركونا على 0788-953-593. ورح يشاركوا معنا اليوم، رح يفوتوا معنا على السحب لتربحوا قصائم مقدمة من أورينتال. رح نعلن طبعا عن أسماء الرابحين يوم الخميس، فكل الأشخاص اللي بيشاركونا رح يفوتوا معنا على السحب. جعفر شو بيقول؟ إلى حد ما صديق مرآة صاحبه. يسعد مساكم، تحياتنا لك يا جعفر. ناخذ اتصال من سامي. سامي يسعد مساك. يسعد مساك، كيف حالك؟ طمنا عنك. اهلا وسهلا فيك. يعني مبسوط بنهايه شهر 7. مبسوط بشهر 7؟ مبسوط بنهايه شهر 7. ان شاء الله دائما تكون مبسوط. من وين عم تحكينا سامي؟ من صوتك مش واضح يا سامي. والله الشارع بحكيكم من عند المدينة الطبية. طريق السلام لك. احكي لنا يا سامي، ايش رأيك في الموضوع؟ انت مع او ضد انه الصاحب ساحب؟ انا مع، يعني بس في بتذكر بيت شعر حلو يحكي: ويبكي صاحبي فأخال أمني أنا نجاني ولو لم يتهم. يا سلام. عارف إذا ما وصل الصاحب طبعا، يعني الصاحب يعني حالب الإنسان هاي واحد. بعدين في نتفرق بين مفهوم صاحب قبل الزواج وبعد صاحب بعد الزواج. طبعا بيختلف 100%. سامي احكي لنا انت عن ما بعد الزواج كيف صرت؟ هلا كنوع من انواع الاصحاب، العلاقات انت بتتزوج، اصحابك بتزوج، بصير في عندك وقت اقل مع اصحابك، بصير بس مواعيد. بس اول لا، اول هو تقريبا البيت والطشه هو بيختلف المفهوم، يعني بيختلف تماما. ما بتختلف الاولويات لانها بشكل عام. بصير عندك صاحب بالبيت. حبيبنا يا سامي، شكرا لاتصالك. أكيد طبعا الصاحب ساحب بكل شيء، تصرفات الأخلاق. في صحاب بيكونوا رفقة عمر من كتر الصحبة، فعلا بيصيروا بيشبهوا بعض، مثلي أنا ورفيق الدربي بتول، صار لنا رفقة 20 سنة من وإحنا صغار، وكل اللي بيشوفنا بفكرنا خوات على قد ما بنشبه بعض بالتصرفات والتفكير والشكل صرنا كمان. ومن خلالكم بحكي لها اشتقت لك كتير توتو العسل. تحياتنا لسعاد، كمان وجه لها تحية كتير كبيرة. جورج بحكي: الصديق المخلص أحسن من أخ. وهنا من السعودية: قل لمن تصاحب أقول لك من أنت، فأكيد الصاحب ساحب. أما هبة كمان وجه لها تحية: مو دائما الصاحب ساحب، هو بيأثر على صاحبه، بس برضو كل حدا بيتحكم فيه عادات وتقاليد وتربية وغير أمور. روز هلو، تحياتنا لإلك. بتحكي: المرأة على دين خليله، فأكيد الصاحب ساحب، وشهر 7 مو طويل، خلصت الإجازة بسرعة. ما هو اللي مجنزين ما بيحسوا طويل. صحيح. خمسة. يسعد مساكي. أهلا لكل الأشخاص اللي عم بيشاركونا على 0788-593-593. عم نحكي اليوم أنت مع أو ضد الصاحب ساحب وليش، علقوا بهذا الموضوع. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج اف ام. احلى اذاعه يا مزاج.